بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا. أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا. أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد
يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا،
أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي،
يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا. أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا. أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا،
ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم، حتى أستريح من اللوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم، حتى أستريح من اللوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا. أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا. أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي
ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي
يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة
أن يعينوني على قضاء حوائجي. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة. كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة. كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه،
يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة
كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم، حتى أستريح من اللوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم، حتى أستريح من اللوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم، حتى أستريح من اللوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي
ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا. أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي.
يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة
أن يعينوني على قضاء حوائجي. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة. كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة. كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه،
يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا. أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا. أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة
كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم، حتى أستريح من اللوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم، حتى أستريح من اللوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي
ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي
يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة
أن يعينوني على قضاء حوائجي. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه،
يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أقسمت عليك أيها الملك كنديس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا. أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا. أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا جولا جولا
ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم، حتى أستريح من اللوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم، حتى أستريح من اللوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي، يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا، يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي، يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي
ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي
يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة أن يعينوني على قضاء حوائجي يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة كونوا عونا لي على قضاء حوائجي هيلا 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 جولا 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 ملكا 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 يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم يا حميد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء وبحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هن يا هن يا هن يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه يا هو يا هو يا هو يا غياثي عند شدتي يا أنيسي عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا من تقوم السماوات والأرض بأمره يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة
أن يعينوني على قضاء حوائجي. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة. كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره، أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة. كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يرضتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين. كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا هن يا هن يا هن، يا رباه يا رباه يا رباه،
يا سيداه يا سيداه يا سيداه، يا هو يا هو يا هو، يا غياثي عند شدتي، يا أنيسي عند وحدتي، يا مجيب عند دعوتي، يا الله يا الله يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من تقوم السماوات والأرض بأمره، يا جامع المخلوقات تحت لطفه وقهره. أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة، أن يعينوني على قضاء حوائجي، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اهدني الحق وإلى الطريق المستقيم حتى أستريح من اللوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم اشفع لي وأرشدني فيما أريد من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي، وبارك لي في أهلي. يا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يا من يعلم ضمير عباده سرا وجهرا، أسألك أن تسخر لي خدام هذه الآية الشريفة والدعوة المنيفة، كونوا عونا لي على قضاء حوائجي، هيلا هيلا هيلا، جولا جولا جولا، ملكا ملكا ملكا. يا من لا يتصرف في ملكه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سخر لي عبدك الملك كندياس حتى يكلمني حال يقظتي ويعينني على قضاء جميع حوائجي. يا من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يا حميد يا مجيد، يا باعث يا شهيد، يا باعث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، كن لي عونا على قضاء حوائجي بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسمت عليك أيها الملك كندياس أن تجيبني أنت وخدامك وأعينوني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء، وبحق هذه الآية العظيمة، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.